نروح مع بعض على اخر الاخبار بقى واخر المستجدات المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه المختلفه وكافه الانشطه من خلال مراسلتنا او مراسلنا. هيكون معانا مينا ماهر، بقاله كتير والله ما شفناهوش. مينا ليه وحشه كبيره، موجود حاليا هو في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الخير عليك يا مينا، اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وكالعادة بنطلعكم على أهم الأخبار والكواليس في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني في بداية كلامي عايز أتكلم عن الإجراءات الاحترازية المشددة اللي بيحترمها بصراحة أعضاء النادي الأهلي، وكمان الأمن بالنادي الأهلي، يعني من أول بوابات التطهير والتعقيم مرورا ب يعني افراد الامن اللي بيتكلموا دايما مع الاعضاء انه عدم التخلص من الكمامه وضروره انه يكون لابسين الكمامه طول الوقت. دي بصراحه يعني مش بس في مقر النادي الاهلي بالجزيره، ولكن في جميع فروع النادي الاهلي. يمكن على سبيل التدريبات، يمكن بدا بالفعل تدريبات السباحه بنادي الاهلي، يعني تقريبا بتبدا من الساعه 5 صباحا بتنتهي على حوالي الساعه 9 ونص. ده طبعا لجميع فرق النادي الاهلي بالسباحه استعدادا لاستكمال الموسم. كمان مقر النادي الاهلي بالجزيره النهارده بيستقبل الاعضاء يعني في الساعه 9 لمشاهده مباراه النادي الاهلي والمريخ السوداني. يعني بنتمنى التوفيق لفريق النادي الاهلي وتكون بدايه موفقه لاحراز البطولة العاشرة للنادي الأهلي. معايا سلسلة من الانتصارات لمختلف النادي الأهلي، يعني البداية بسيدات سلة الأهلي فازوا على فريق نادي الشمس بنتيجة 88-44 ضمن منافسات بطولة الدوري. وأيضا ناشئات سلة الأهلي 18 سنة فازوا على فريق نادي الزمالك، بصراحة كانت مباراة قوية جدا قدروا يفوزوا فيها بنتيجة 61-41 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. ايضا بنات يد الاهلي 2002 فازوا على فريق الجزيره بنتيجه 21-17. وطائره يعني الاهلي رجال كان يعني في مباراه خالفهم فيها الحظ والتوفيق، خسروا من بتروجيت نتيجه 3-2. يمكن كرايزمر المحترف اللاعب الجديد في صفوف النادي الاهلي لكره الطائره كان ليه عده تصريحات، يعني أولهم أنه بيبارك لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي على التتويج ببرونزية المونديال العالم للأندية. وأيضا كان بيقول أنه ما فكرش لحظة في الانضمام في فريق النادي الأهلي، أنه عارف في النادي الأهلي يعني هو بطل أفريقيا مش بس في كرة القدم ولكن في جميع المجالات. وأيضا أنه هو بيسعى أن يكون إضافة قوية ويحالفوا الحظ ويتوج مع النادي الأهلي بعدة بطولات هذا الموسم. ايضا سيدات طائره الاهلي فازوا على فريق سبورتنج بنتيجه 3-0 ضمن منافسات بطوله الدوري. نروح بقى لجمباز الاهلي تحت 10 سنوات يفوز بثلاث ميداليات ذهب وثلاثه فضه وسبع ميداليات برونزيه في بطوله كاس مصر التي اقيمت على صاله نادي المقاولون العرب. ايضا هنا جوده لاعبه تنس الطاوله تمكنت من التتويج ببطوله الجمهوريه، يعني نجحت هنا جوده في الفوز على زميلتها فريده محمد لاعبه النادي الاهلي في المباراه النهائيه بنتيجه 3-0. وايضا مروان الجمل فاز ببطوله الجمهوريه لتنس الطاوله، يعني بعد ما حقق فوز قوي جدا على محمد وليد لاعب نادي الزمالك بنتيجه 3-1. دي كانت أخبارنا وكواليسنا عن جميع فرق النادي الأهلي في جميع المنافسات، وأيضا أخبارنا عن مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. الكلمة ليكم وعودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. كل الشكر والتحية لزميلنا العزيز مينا ماهر مراسل قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا ليك. خدت بالك